نشرة مفصلة للأنباء من الميادين وتتابعون فيها. الرئيس التونسي يستقبل زعيم البوليساريو للمشاركة في القمة اليابانية الأفريقية، والمغرب تلغي مشاركتها وتستدعي سفيرها للتشاور. الأوروبيون يبحثون عن الغاز قبل الشتاء القارس وسط ارتفاع في الأسعار وغياب المصادر البديلة عن الغاز الروسي. فصول مداهمة الـFBI لمقر إقامة ترامب تتواصل. العدل الأمريكي تكشف عن نسخة منقحة لمذكرة التفتيش، والناشونال انترست ترى أن ترامب خطر على أمريكا. أكثر من 900 قتيل ومئات آلاف المتضررين من جراء الفيضانات في باكستان، والسلطات تعلن حالة الطوارئ. قررت المغرب مقاطعة قمة طوكيو للتنمية في أفريقيا والمنعقدة في تونس، كما استدعت سفيرها لدى تونس للتشاور. الموقف المغربي جاء ردا على استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد لزعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي على هامش القمة، وهو ما عدته الخارجية المغربية في بيان عملا خطيرا وغير مسبوق، مشيرة إلى أن موقف تونس تجاه المغرب يؤكد عداءه الصارخ، لكنها اعتبرت أن هذا القرار لا يؤثر على الروابط القوية والمتينة بين الشعبين المغربي والتونسي. وللحديث عن هذا الموضوع مشاهدينا معنا من العاصمة التونسية الكاتب والمحلل السياسي كمال بن يونس. أستاذ كمال، أهلا بك معنا. إذن اعتبرت المغرب أن هذا الاستقبال من الرئيس قيس سعيد للأمين العام لجبهة أو لزعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي بأنه عمل خطير وغير مسبوق، كيف يعني قرأت هذه الخطوة من الرئيس قيس سعيد وهذا الرد المغربي؟ هو الحقيقة بالنسبة للملف البوليساريو، تونس تحاول منذ 1975 أن تلتزم الحياد، ولكن الحياد صعب جدا. نذكر أنه في قمة الاتحاد الإفريقي التي نظمت في 1995 حضر آنذاك رئيس جبهة البوليساريو أو ما يسمى بالجمهورية العربية الصحراوية القمة في نفس الفندق تقريبا الذي يقيم به الرؤساء الأفارقة الذين يشاركون في قمة التيكاد الآن. ولكن في تلك الفترة لم يستقبل الرئيس التونسي على انفراد ولا في المطار رئيس جبهة البوليساريو، وكانت تلك الفترة المغرب منسحبة من منظمة الوحدة الأفريقية. الآن العاهل المغربي قبل أيام اعتبر أن المؤشر الوحيد الرئيسي لقياس الصداقة والعداء هو الموقف من وحدة الأقاليم، ما سماه وحدة الأقاليم المغربية وحدة الأراضي المغربية. لكن ملاحظة أنه في خلال 12 عاما الماضية، سواء بالنسبة للرئيس الباجي قيد السبسي أو لكل رؤساء الحكومات ورؤساء الجمهورية السابقين مع الرئيس منصف المرزوقي، وكذلك زعماء الأحزاب السياسية الكبرى بما في ذلك ورؤساء البرلمانات بما في ذلك راشد غنوشي، كلهم تلقوا دعوات كثيرة لزيارة المغرب ولا يزورنا المغرب حتى يتجنبوا الحساسيات مع الجزائر، لأنهم يعتبرون أن التقارب مع الجزائر استراتيجي اكثر. وبالنسبه للرئيس قيس سعيد، يعني هذا الاستقبال استاذ كمال بن يونس من الرئيس قيس سعيد يمكن اعتباره وكانه في تغيير بسياسه تونس تجاه موضوع البوليساريو، يعني تونس لم تعد تلتزم الحياد كما ذكرت قبل قليل؟ لا، هو رسميا تونس تلتزم الحياد. سبق لقمه تيكاد التي نظمت، القمه الوحيده التي نظمت خارج طوكيو نظمت في نيروبي في 2013، حضرت فيها البوليساريو ووقعت فيها مشكله، والاتحاد الافريقي تمسك بحضور البوليساريو باعتبارها عضوا في الاتحاد الافريقي وعضوا في الامم المتحده التي تشارك في تنظيم هذه القمه بما في ذلك في قمه تونس. وتونس ستجيب اعتقد بنفس الحجه انها محايده وهذا النزاع اقليمي ودولي، لكن ربما المغرب تحتج الان لأن الرئيس قيس سعيد لم يكتفي بدعوة الرئيس الصحراوي مع الأمم المتحدة وبقية المنظمين الخمسة لقمة التيكاد، ولكنه استقبل رئيس الجمهورية الصحراوية أو البوليساريو التي تعتبرها المغرب انفصالية، استقبله في المطار. هذا يطرح إشكالات، خاصة أن الرئيس قيس سعيد دعم التقارب مع الجزائر منذ يوم إعلان نتيجة فوزه في الانتخابات الرئاسية، واعتبر الجزائر هي الشريك الرئيسي لتونس، والجزائر تعتبر نفسها الشريك الرئيسي لتونس وطورت تنسيقها معها خاصة في الملف الليبي، بينما ابتعدت تونس عن موقف المغرب ومصر
في موقف ليبيا، الجزائر يعني هذا استكمال للتقاطع التونسي الجزائري بعد فوز الرئيس قيس سعيد بالرئاسة في تونس أستاذ كمال بن يونس، هكذا أفهم منك؟ نعم هذا هو نفس الموقف. بالمناسبة بورقيبة لم يسمح لأي مسؤول من البوليزاريو بزيارة تونس، لكن تونس في عهد بن علي سمحت لمسؤولين من البوليزاريو ليشاركوا في مؤتمرات إفريقية ودولية في تونس، وكذلك العقيد القذافي الرئيس الليبي السابق سمح لهم بالحضور بعد مصالحته مع المغرب، لأن الاتحاد الإفريقي يشترط مشاركة أغلب وفوده بمشاركة جبهة البوليزاريو. ربما الخلاف هو أو في الشكل لماذا تحول الرئيس قيس سعيد لاستقبال رئيس جمهورية البوليزاريو أو رئيس جبهة البوليزاريو الانفصالية أو الجمهورية الصحراوية، كل طرف كما يسميها، بنفسه في قصر قرطاج، ولم يكتفي بإرسال وزير أو عادي ليستقبله. هذه هي الحساسية. ونذكر أن المغرب في العام الماضي وجهت 12 طائرة مساعدة لتونس قبل حراك 25 جويلية دعم لتونس في قضية كورونا. العاهل المغربي عرض على تونس أن توظف المغرب كل علاقاتها مع الدول الإفريقية الاقتصادية وكل الاتفاقيات المميزة لتدخل في شراكة ثلاثية مع تونس، لكن تونس لم تكن قادرة على تذهب خطوات أكبر مع المغرب، لأنها تعتبر أن علاقاتها مع الجزائر أهم، خاصة في المرحلة التي فيها اضطرابات وحرب في ليبيا. ولكن ماذا تستفيد تونس هنا في هذا التقاطع أستاذ كمال بن يونس، وفي يعني السير مع الجزائر على نفس الخطى حتى في هذه المواضيع التي تهم الجزائر كما أفهم منك بشكل أساسي، ماذا تستفيد تونس من هذا التقاطع مع الجزائر، وخاصة في مثل هكذا موضوع كانت تلتزم به الحياد؟ وربما موقع تونس، الصعوبات الاقتصادية والسياسية والأمنية، ووجود حوالي 1300 كيلومتر حدود بين الجزائر وتونس، وهناك تنسيق فرنسي أمريكي دولي لحماية الحدود الجزائرية التونسية والتونسية الليبية من قضية الإرهاب، يجبر تونس على أن تنحاز إلى الجزائر. وهذا لم يبدأ مع قيس سعيد، قلت لك كل الحكومات بما في ذلك باجي قايد سبسي لما كان رئيسا للحكومة ورئيسا للجزائر ورئيس الجمهورية لم يزور الجزائر. هناك تطور جديد غضبت منه المغرب منذ مدة، ولوحت أطراف مغربية بقطع العلاقات مع تونس منذ مدة وبفرض التأشيرة على التونسيين، لما صوتت تونس مع روسيا ومع الجزائر في مجلس الأمن ضد مرشح المغرب للمسؤول الأمم الجديد حول ملف الصحراء. وكذلك لما اقتربت تونس من الجزائر في موقفها من أزمة أوكرانيا، فيما يدافع الرئيس قيس سعيد عما يعتبره سيادة وطنية والتوازن في العلاقات الدولية بما في ذلك في ملف أوكرانيا وحق تونس في التقارب مع الصين ومع روسيا ومع شركاء آخرين مثل تركيا وإيران ودول البريكسيت. طيب رد الفعل المغربي أستاذ كمال بن يونس، هل يمكن اعتبار رد الفعل المغربي طبيعي؟ يعني مقاطعة هذه القمة وأيضا استدعاء السفير المغربي في تونس للتشاور، هذا رد فعل طبيعي على هكذا خطوة من الرئيس قيس سعيد، أم أنه لا هذا رد فعل مبالغ به من المغرب؟ هو حسب معلوماتي السفير المغربي حسن طارق حاليا في الرباط في إجازة، وهو مثقف وكان في الحزب الاتحاد الاشتراكي وصديق للتونسيين وللنخب التونسية، لكن هذا بالنسبة للعاهل المغربي في خطابه الأخير بمناسبة ذكرى اعتلائه العرش، صعد مع كل الدول التي تتعامل مع ما يسمونه بجبهة البوليزاريو الانفصالية، وقال أن المقياس الوحيد هو الموقف من هذه النقطة، وهذا ليس جديدا. المغرب كانت جمدت عمليا الاتحاد الافريقي في شهر 12 من عام 1994، ووجه انذاك العقيد القذافي وبن علي وزيري خارجيتهما الى الحسن الثاني برسالة، وقال لي سعيد بن مصطفى الوزير الليبي انذاك انهما جلس معه ساعتين واستمع اليهما الحسن الثاني، وبعد ذلك القى محاضرة لمدة ساعتين إليهما وقال لهم ما قاله محمد السادس منذ أيام: بالنسبة لنا الصحراء الغربية أهم من الاتحاد المغاربي وأهم من العلاقات الثنائية مع الجزائر ومع تونس ومع كل دول المنطقة. بالنسبة لهم استثمروا مئات المليارات مثل ما استثمرت مئات الجزائر مئات المليارات في هذا الملف، ويريدون غلق هذا الملف. والمغرب كانت تتوقع أن يبقى ترامب في الحكم لما وقع إبرام صفقة القرن، وأعلن عن اعتراف إسرائيلي، اعتراف بإسرائيل مقابل اعتراف أمريكي ودولي بأن الصحراء مغربية، لكن لما سقط ترامب وحكومة بايدن والديمقراطيين لم يتبنوا
تلك الخطه 100%، اعتبروا انهم تسرعوا مثل ما تحفظ السياسه الامريكيون وغربيون على الديانه الابراهيميه. اصبحت المغرب تريد ان تضغط اكثر في اتجاه حسم هذه القضيه لان قدمت تنازلات كثيره لتل ابيب، وتريد ان يكون هذه الخطوات مقابل استرجاعها نهائيا لاقاليم الجنوبيه التي تقول ان تاريخيا كانت تابعه للمغرب منذ مئات السنين منذ العهد الروماني. فهذه الازمه ستجيب الاوضاع في العلاقات المغاربيه الغربيه توترا، ستضعف او ستربك قمه التيكاد التي تعقد غدا وبعد غد وهذه الايام في تونس، لان المغرب ستقاطعها والمغرب لديها مجموعه من الدول الافريقيه التي تساندها. لكن حسب ميزان القوى الحالي يبدو ان اغلب الدول الافريقيه تساند الجزائر ومتمسكه بعضويه جبهه البوليزاريو والجمهوريه الصحراويه للاتحاد الافريقي وللامم المتحده، وبالتالي تقول ان تونس لا يمكنها ان لا تقبل مشاركتها في قمه فيها 5 أطراف منظمه من بينها الاتحاد الافريقي والامم المتحده وجبهه صحراويه جمهوريه صحراويه عضو في هاتين المؤسستين. شكرا جزيلا لك استاذ كمال بن يونس الكاتب والمحلل السياسي التونسي، حدثتنا مباشره من العاصمه تونس. يتأزم مسار قطاع الطاقة في القارة الأوروبية، المخاوف من نقص الغاز تتزايد وسط تساؤلات بشأن المدى الزمني لتحمل أوروبا دفع أثمان الحرب على أوكرانيا أو في أوكرانيا. علي الأحمر. تتعاظم أزمة الطاقة في القارة الأوروبية على نحو كبير، شبح نقص الغاز بات يطارد الأوروبيين في وقت تنضب فيه تدريجيا إمدادات الغاز الروسية. أوروبا الملوعة من صيف قائظ، تستعد دولها لشتاء قارس بملء خزاناتها بأكثر من 50% من الغاز، فيما أظهر تقرير اقتصادي أن الحكومات الأوروبية خصصت ما يصل إلى 280 مليار يورو لتمويل إجراءات تخفيف آثار أزمة الطاقة على المستهلكين والشركات. في ألمانيا تراجع استهلاك الصناعيين للغاز الشهر الماضي بنحو 21% مقارنة بما كان عليه في الأعوام الأربعة الماضية، وذلك تماشيا مع دعوات الحكومة إلى خفض استهلاك الغاز لتجنب حدوث نقص في هذه المادة. وفيما تتأرجح أسعار الغاز بعد وصولها إلى مستويات قياسية، يستعد البريطانيون لمواجهة ارتفاع في سقف أسعار الطاقة ابتداء من تشرين الأول أكتوبر، ما سيؤدي إلى زيادة التضخم، وهو القرار الذي حذر عمدة لندن من تسببه بكارثة وطنية. لكن الخشية تكمن في لجوء هذه الدول إلى البحث عن الخلاص كل على حدة، ووضعها قيودا على غيرها من الدول، ولا سيما أن النرويج وهي المصدر الرئيسي للكهرباء في الاتحاد الأوروبي تعتزم الحد من صادرات الكهرباء إلى الجيران الأوروبيين بغية حماية المستهلكين النرويجيين في المنازل والمصانع، وذلك بعدما أدى الجفاف إلى تراجع إنتاج الكهرباء بالطاقة الكهرومائية. توقعات هذه الأزمة تتجاوز الحدود الضيقة لوحدة الموقف الأوروبي إزاء الحرب في أوكرانيا، بما يشمل تمرد دول أوروبية على سياسة مقاطعة روسيا ومعاقبتها، أو ربما التفكك مع تعاظم الشعبوية واليمينية. وللحديث مشاهدين عن هذا الكابوس إذا صح التعبير الذي ينتظر أوروبا بحسب ما يقول المحللون الأوروبيون بسبب أزمة الغاز، ينضم إلينا من لندن الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ يحيى حرب. أستاذ يحيى أهلا بك معنا، وبما أنك تحدثنا الآن من لندن نسألك بداية عن الوضع في بريطانيا، خاصة أنه الحديث الآن عن مواجهة البريطانيين لارتفاع في سقف أسعار الطاقة ابتداء من تشرين الأول أكتوبر، وهذا سيؤدي إلى زيادة التضخم. أي تداعيات سيكون لهذا الارتفاع في أسعار الغاز على بريطانيا؟ أحييك أخي الكريم وأحيي مشاهديكم الأعزاء. ربما ألخص لك الفكرة في قول سمعناه الأسبوع الماضي من رئيس بلدية لندن، ولندن كما هو معروف هي أغنى المدن البريطانية. رئيس بلدية لندن يقول أن على المواطنين البريطانيين الذين يعيشون في هذه المدينة أن يختاروا في الشتاء المقبل إما أن يتدفأوا أو أن يأكلوا. الاثنان معا لن يكون بمقدور الطبقات الشعبية أن توفرهما للعائلات الفقيرة لهذه الدرجة. هذا تصريح خطير أستاذ يحيى. نعم
لهذه الدرجة لخص الموقف فعلا. عندما نقول كابوس، عندما نقول أنه خطر كبير محدق بهذه الدول، فليس في الأمر مبالغة. هناك قطاع كبير من الطبقات الشعبية ستعاني بشدة. هذا مع العلم أنك تعلمون طبعا أخي الكريم أن ربما كانت بريطانيا أقل الدول تضررا من أوروبا بالنسبة للدول الأوروبية الأخرى، فبريطانيا ما زالت بعيدة تدفع قليلا من المساعدات لأوكرانيا، كما أن لديها موارد الطاقة في بحر الشمال، لدينا نفط ولدينا غاز، لدينا موارد كبيرة، ولكنها مع ذلك تحتاج. وبالفعل نحن نعيش الآن في بريطانيا ضمن الأزمة، الارتفاع الغلاء يعني لا تصدق إذا قلت لك 200% و300% لبعض الحاجيات. الطاقة اليوم نحن ندفع الدبل يعني السعر مرتين، كنا ندفع 100 الآن ندفع 200 كلفتك حتى الآن. هذا معناه أن الوضع سيكون أسوأ بكثير في الشتاء. الوضع في أوروبا طبعا بدون شك هو أسوأ من هذا. قبل أن ننتقل إلى أوروبا بشكل عام أستاذ يحيى حرب، الآن فيما يخص بريطانيا، غياب بوريس جونسون الذي عرف بأنه هو الذي كان رأس الحربة بمواجهة روسيا ووقوفه إلى جانب أوكرانيا، غيابه عن المشهد بعد يعني إذا صح التعبير إرغامه على الاستقالة من رئاسة الحكومة، هل يمكن أن يؤدي بلندن إلى تليين موقفها نوعا ما في ظل ما تتحدث عنه قبل قليل، إما أن تأكلوا وإما أن تتدفأوا وهذا ما يقوله رئيس بلدية لندن، وبالتالي من الممكن أن تتنازل بريطانيا نوعا ما مما يؤدي إلى الذهاب باتجاه تسوية ما في أوكرانيا؟ حقيقة هذا ما كنا نأمله بعد انفجار الأزمة داخل حزب المحافظين، والكل كان يعرف أن هذه الأزمة السبب الرئيسي فيها رغم كل ما قيل حولها من أسباب داخلية وفساد وما شابه ذلك، الأزمة الحقيقية هي أزمة التدخل في أوكرانيا وهذا الدعم اللامحدود الذي قدمته بريطانيا لأوكرانيا. ولكن للأسف الشديد الآن يعني البوادر التي نشهدها الآن داخل حزب المحافظين بأن الأكثر حظا للوصول إلى الرئاسة هي ليز تراس وزيرة الخارجية، والتي يصفها الإعلام البريطاني بأنها دمية بيد جونسون وهو أيضا دمية بيد الأمريكيين. نحن لن يتغير الوضع كثيرا داخل حزب المحافظين، ما زال الجناح المؤيد للتدخل الخارجي وهو بين قوسين عمليا المؤيد للتحالف مع أمريكا، التحالف الأعمى مع أمريكا. المشكلة الأساسية هي هناك في الولايات المتحدة الأمريكية ومدى قدرة هذه الأحزاب أو هذه الشخصيات على التحرر من السطوة الأمريكية. بالسطوة الأمريكية نحن ما نزال نسير في نفس الاتجاه. ليز تراس المرشح الأكبر حظا للوصول إلى الوزراء تتبع نفس السياسات، بل هي ربما يعني ببساطتها المعروفة في السياسة الخارجية اليوم تسببت في أزمة مع فرنسا. يعني عندما سئلت عن علاقتها بالرئيس الفرنسي هل هو صديق أم عدو، قالت بأنه ستحاسبه على أفعاله، هي لا تعرف حتى الآن إن كان صديقا. تخيل هذه رئيسة الوزراء التي ستقيم علاقات مع أوروبا والذي يقال أن هناك تحالف لمواجهة أوكرانيا، وهذا موقف يعني موقف لافت جدا أن يصدر من ليز تراس كما ذكرت قبل قليل أستاذ يحيى حرب. بما أنك تذكر بريطانيا والعلاقة مع فرنسا، رأينا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة إلى الجزائر، وكثر يجمعون بأنه الهدف الرئيسي لماكرون من التوجه إلى الجزائر هو الحصول على الغاز، أيضا فرنسا تريد التدفئة. كنت تتحدث قبل قليل عن ذهاب الأوروبيين بالموقف خلف الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن على ما يبدو هناك تمايز. فرنسا ألا تتمايز اليوم برئاسة ماكرون؟ أولاف شولتز المستشار الألماني عندما يقول أننا لن نسلم لأوكرانيا سلاح تستهدف به روسيا، ألا يعتبر هذا تمايز وبالتالي يمكن أن يؤدي إلى تخفيف من عبء الأزمة؟ حقيقة نحن أمام اتجاهين حقيقيين داخل السياسات الأوروبية. الاتجاه الأول هو ما تفضلت به أخي الكريم، هو محاولات خجولة للتفلت من السطوة الأمريكية. أنا أؤكد على أن يعني معظم الدول الأوروبية وخاصة أوروبا القديمة كما يسمى القارة القديمة، وليس الدول التي انشقت على الاتحاد السوفيتي السابق والتي تعتبر أكثر قربا للولايات المتحدة الأمريكية، أوروبا هذه القديمة فعلا متململة ومتضايقة من هذه الحرب وما سببته من خسائر.
الاتجاه الثاني الذي يبرز الآن في أوروبا وهو خطير أيضا، بأن كل دولة أوروبية تحاول أن تحل مشاكلها لوحدها. التضامن الأوروبي معدوم، إيطاليا سعت إلى تأمين حاجاتها، فرنسا هرعت إلى الجزائر أيضا لهذا السبب بالذات، مهما قال ماكرون فهو لا يقول الحقيقة، ولهذا السبب بالذات من أجل تأمين حاجة فرنسا. ألمانيا تحاول أن تؤمن حاجتها أيضا من مصادر مختلفة ولو بأثمان غالية. تخيل أن ألمانيا التي توصف هنا بأنها القاطرة للقارة الأوروبية، قاطرة الاقتصاد الأوروبي، ألمانيا هذه يقول وزير اقتصادها بأنه قد يضطر إلى إغلاق 30% من مصانعها، 30% من مصانعها قد تضطر إلى الإغلاق بسبب أزمة الطاقة. يعني تداعيات كارثية، كارثية بكل ما تعني الكلمة، على مستوى الاقتصاد وعلى مستوى الحياة اليومية. صحيح أن هذه الدول، أخي الكريم، يجب أن نلاحظ هذه الملاحظة، هي غنية وهي قوية، يعني دول قوية تستطيع أن تصمد لأشهر وتستطيع أن ولكن على المدى المتوسط والمدى البعيد هي كارثة بكل ما تعنيه الكلمة، وقد تتسبب بتدمير اقتصاد أوروبا بكل ما تعنيه الكلمة. المسألة ليست مزاح وليست يعني آراء صحفيين أو آراء سياسيين، هذا ما يقوله الاقتصاديون الكبار، المراجع الاقتصادية الكبيرة، والأصوات بدأت تعلو في أوروبا برفع الصوت للتحرر من هذه الهيمنة. طيب أستاذ يحيى حرب، في ظل يعني إمساك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بورقة القوة، ورقة الغاز، الذي بات من الواضح أنها الورقة الأكثر إيلاما بالنسبة إلى أوروبا، وما قلته حضرتك قبل قليل بأنه قد تسعى كل دولة لحل مشكلاتها لوحدها، نتحدث عن دول أوروبية، هل سيؤثر ذلك ربما مع مرور السنين، مع الوقت، لا نتحدث عن مستقبل قريب جدا، إلى التأثير على وحدة الاتحاد الأوروبي؟ إذا استمرت الهيمنة الأمريكية بالشكل الحالي وجر أوروبا إلى هذه الحروب التي لا مصلحة لها فيها، بالتأكيد ستؤدي إلى انشقاقات كبيرة. بل أنا أتوقع حتى في الشهرين المقبلين، ومع قدوم الجنرال صقيع والبرد الحقيقي الذي يهدد الأوروبيين، ستتفلت عدة دول وستطلب إعفاءات، كما هو الحال مع الحصار مع إيران مثلا. هناك عدة دول ستطلب إعفاءات من هذه المسؤوليات تجاه أوكرانيا، وبالخصوص النمسا، بلغاريا، تشيك، جمهورية تشيك، التي لا تملك قطرة طاقة واحدة خارج الإمدادات الروسية، لا تملك أي شيء خارج. هناك دول كثيرة لا تملك شيء، يعني لا تستطيع أن تعوض حتى خارج الإمدادات الروسية. أنا أتوقع في الأشهر القليلة المقبلة وقدوم الشتاء ستتفلت الكثير من الدول من القبضة الأمريكية، كما أننا على مستوى المتوسط لا أتوقع أن تستطيع أوروبا أن تساير السياسات الأمريكية. أمريكا خلف الأطلسي تقود العالم عبر يعني الروبوت وعبر الإشارات بعيدة المدى والريموت كنترول، وهذا يعني مستحيل، يستحيل على دول كبيرة تراهن بمستقبل شعوبها وحياة شعوبها. بس فقط في كلمة واحدة سمحت لي، هنا السياسة أخي الكريم مهم جدا، الوضع الاقتصادي، لأن هناك نوع من الصفقة، الديل بين الشعوب وبين الحكومات. الحكومات تحكم بناء لتأمين رفاهية معينة للشعوب، الحكم مقابل الرفاهية، ولكن يبدو أن هذه الرفاهية تتأثر أستاذ يحيى حرب، إلى درجة أن النرويج تتحدث اليوم عن فك الارتباط على مستوى الكهرباء بين الدول الأوروبية، وهذا لافت جدا. أي تأثير لمثل هكذا خطوة ولو باختصار لو سمحت؟ باختصار شديد، نعم، التأثير سيكون حاسم على سياسات بعض الحكومات يعني تحترم شعوبها بدون شك، لأنه حتى الكهرباء يعني اليوم ليست قضية غاز، لأنه الجفاف أيضا اليوم يفعل فعله، لأنه هناك أيضا تأثير لعدم وجود الكمية الكافية من الماء من أجل توليد الطاقة الكهربائية، وهذا أيضا يؤدي إلى تعميق الأزمة الأوروبية. أحسنتم، فعلا الأزمة شاملة لكل شيء، من الماء إلى الكهرباء إلى كل مصادر الطاقة إلى الغلاء إلى التضخم، التضخم الاقتصادي الذي أصاب الاقتصادات الأوروبية، وموجة الغلاء التي بين 100 و200 تزيد الأسعار، وما زلنا حتى الآن في بداية الأزمة، يعني نحن نتوقع زيادة أكثر من ذلك بكثير. إذن على كل صعيد الأزمة الاقتصادية والمعيشية والمالية في الدول الأوروبية ستتفاقم، بينما كل المراهنات على أن الضغط الاقتصادي يعني يجعل بوتين يتراجع ويجعل روسيا تخضع يعني تبوء بالفشل، ولا تبدو أي مظاهر اهتزاز على الاقتصاد الروسي، بالعكس
هو يستفيد من هذه الأزمة. وأوروبا وحدها دفعت 40 مليار دولار دفعت زيادة ثمن الغاز والنفط الروسي. دفعت روسيا كل هذه كأنها دفعت لها ثمن كلفة الحرب كلها. شكرا جزيلا لك أستاذ يحيى حرب الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا مباشرة من لندن. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن ملف الذاكرة المشتركة مع الجزائر معقد جدا وحساس وينتظر شجاعة مشتركة لفتح الأرشيف. ماكرون قال إن هناك جهات مدعومة من تركيا وروسيا في أفريقيا تحرض على عداء فرنسا، ولفت إلى أن فرنسا تحاول تنويع وتعزيز احتياطاتها في موضوع الغاز. سفيان مراكشي. في اليوم الثاني من زيارته الجزائر، اختار الرئيس الفرنسي أن يزور المقابر المسيحية ويقف دقيقة صمت على أرواح ضحايا حرب الجزائر، وهو الموقف نفسه الذي قاده إلى مقام الشهيد رمز شهداء ثورة التحرير. إنه يساوي بين الضحية والجلاد يقول مؤرخون، ويلوح بالنسيان لتجاوز مسائل التاريخ المعقدة. للعيش بعد مأساة الحرب يجب أن ننسى، هو قانون الوجود وهذا ما يجب أن ينطبق على الجانبين، وإذا أردنا التقدم فإنه يجب ألا نبقى رهائن التاريخ، وأعتقد أن جيلنا يمكنه أن يفعلها لأننا لم نكن طرفا مشاركا في الحرب. طيف واسع من النخب الجزائرية المثقفة ومؤرخون رأوا أن تصريحات الرئيس الفرنسي بشأن ملف الذاكرة لا ترقى إلى مستوى الاعتراف الصريح بجرائم فرنسا في الجزائر، وهو هروب فرنسي رسمي إلى الأمام وربح للوقت من أجل إبقاء ورقة ضغط تشهرها باريس للحفاظ على مصالحها الطاقوية والاستراتيجية. إذا يعني اعترف بهذه الذاكرة فهذا يجعله يدفع ثمن كبير جدا، وهذا هو ويتحاشى هذا الأمر، يعني هو على باله بلي هذه جرائم من وراها، يعني إذا اعترف بهذه الجرائم ليس مجرد اعتراف، تصبح هناك حقوق، يعني يصبح هو يخاف من هذه الحقوق التي تستوجب أن يردها. لجنة مشتركة ثنائية وموسعة من الخبراء ستفتح الأرشيف وتنطلق من جديد في مسيرة بحث عن توافقات تاريخية قد يستغرق عملها سنوات الولاية الرئاسية للرئيس الفرنسي، يقول مؤرخون. لم يأتي بجديد، هكذا علق مثقفون وباحثون في التاريخ المشترك بين الجزائر وفرنسا، فباريس بحسب مراقبين لا تزال تساوم في ملف الذاكرة وتخشى الوصول إلى الاعتراف الذي سوف يجرها حتما إلى دفع تعويضات لا حصر لها. سفيان مراكشي، العاصمة الجزائرية، الميادين. فاصل ونعود. أهلا بكم من جديد. وزارة العدل الأمريكية تكشف عن نسخة منقحة من مذكرة تفتيش مقر إقامة ترامب، ومقال في صحيفة ناشونال انترست يصنفه خطرا أمنيا مستمرا على الولايات المتحدة. حسين السيد. مرة جديدة يشغل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الأعلام والرأي العام بعد إصدار وزارة العدل الأمريكية بيانا جديدا حول ما صدرته من وثائق سرية كان يحتفظ بها داخل منزله. تكشف الوزارة نسخة منقحة من مذكرة تفتيش مقر إقامة ترامب، وفيها حديث عن مستندات مصنفة سرية للغاية، يبدو أنها تحتوي على معلومات متعلقة بالدفاع الوطني كان قد استعادها مسؤول الأرشيف الوطني بداية العام الحالي. تصرفات ترامب غير المألوفة دفعت ببول بيلر ضابط الاستخبارات الأمريكي السابق إلى طرح السؤال التالي: لماذا يعتبر ترامب خطرا أمنيا مستمرا على الولايات المتحدة؟ يجيب بيلر بمقال له في صحيفة ناشونال انترست بالتحذير من أن سوء التعامل مع الكمية الهائلة من المواد الحساسة المصادرة شكل مخاطر جسيمة على الأمن القومي، خاصة على مصادرة الاستخبارات وأساليبها، وكذلك على الجوانب الحساسة للدبلوماسية الأمريكية.
وعما يمكن أن يفعله أو ربما فعله بهذه الوثائق يتحدث الكاتب عن وجود احتمال بأن يكون ترامب قد عمد إلى تخريب سياسات الإدارة الأمريكية اللاحقة من خلال التسريبات الانتقائية للوثائق. أما الاحتمالات الأكثر شناعة وفق بيلر فتتمثل بعلاقات ترامب مع روسيا، محذرا من أن ترامب بحيازته لهذه الوثائق عالية السرية لديه ما يبيعه، وربما لا يزال يرغب في بناء برج ترامب في موسكو. من واشنطن ينضم إلينا مدير مكتب الميادين منذر سليمان لنسأل منذر أكثر عن هذا الموضوع. دونالد ترامب عاد ليشغل الإعلام الأمريكي مجددا بالرغم من أنه تم حظره في مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن هذه المرة عبر قضايا وزارة العدل. صحيح أنه الرجل يثير الكثير من الأسئلة خاصة بطريقة تصرفه، ولكن أيضا أسئلة تطرح عن وزارة العدل الأمريكية. لماذا تقدم أيضا اليوم على الكشف عن هذه النسخة المنقحة من مذكرة التفتيش؟ بأي هدف؟ الهدف بسبب بعض الانتقادات التي صدرت من محيط ترامب ومن الحزب، يعني أعضاء بارزين في الحزب الجمهوري الذين اعتبروا أن هناك اعتداء على خصوصية الرئيس وانتهاك للقوانين الأمريكية أيضا وللدستور بمداهمة وتفتيش منزل رئيس سابق. وبالتالي كان هناك نوع من المبارزة بين فريق ترامب وترامب يعني من جهة، وبين وزارة العدل لتبرير ما جرى. وبالتالي من هنا كان هناك مسعى من وزارة العدل للرد على هذه الاتهامات بالإفراج بما تستطيع الإفراج عنه، وبالتالي وافق القاضي على أن يفرج عن بعض المعلومات وهي النسخة المنقحة، بمعنى أنه يعني هناك حوالي نصف الصفحات من مذكرة التحقيق للمداهمة والتفتيش لم يتم الإفراج عنها تضمنها معلومات حساسة. المعلومات الحساسة تتعلق بالأشخاص الذين داهموا، لأن وجهت تهديدات لهم، البعض كشف عن أسمائهم من أعضاء مكتب التحقيق الفيدرالي. ولكن نحن لازلنا نتعامل حول الوثائق التي تم تسليمها. نحن لا نعلم حتى الآن عن الوثائق التي تم مصادرتها في المداهمة. على فكرة المذكرة تتحدث عن 184 وثيقة سرية، منها على الأقل 25 تشكل سري للغاية. أهم وأبرز مسألة في هذا الموضوع هو ما يسمونه الهيومن انتليجنس، بمعنى هناك معلومات حول المصادر البشرية للولايات المتحدة، بمعنى الجواسيس، وربما حتى عن الأجهزة والتقنيات التي تستخدمها الولايات المتحدة في التجسس والتنصت على أشخاص وعلى حكومات وعلى غيرها. يعني هذا ما قصده، عفوا منذر، هذا ما قصده الضابط في الاستخبارات السابق بول بيلر، هذا ما قصده عندما تحدث عن خطر أمني وتحدث عن نقاط حساسة وكمية هائلة من المواد الحساسة المصادرة؟ نعم، هي يمكن أن يكون لديها شقين. الشق حول معلومات ربما تتعلق بالسلاح النووي أو لها بالمنظومات الدفاعية لبعض الدول أو للولايات المتحدة، أو حول كيفية معرفة بعض الأسرار. والموضوع الآخر حول شبكة التجسس القائمة للولايات المتحدة على المستوى البشري وعلى المستوى التقني. يبقى للجواب على المسألة الجوهرية حول لماذا هو خطر على الأمن القومي. على فكرة ترامب سيتعب الناس منه بعد فترة في تقديري، وخاصة بعد هذه المسألة، لأنه لنلاحظ أنه الحزب الجمهوري حتى الآن لم تصدر بيانات تندد أو تشجب بالوثيقة المنقحة التي صدرت. يعني كان هناك انتقادات، ولكن حتى الآن تبدو الانتقادات مغمورة، يعني ليست قائمة، مما يعني أنه في بعض الإحراج سيتم لترامب ولفريق الدفاع عنه وأيضا للذين يؤيدوه. ولكن ترامب شخصية تنظر للأمور، تسخر من المعلومات السرية وتستهزئ فيها ولا تعطيها أهمية إلا أنها تعطيها أهمية تجارية مالية، بمعنى كيف يمكن أن تشكل هذه المعلومات فرصة للاستفادة بالنسبة له. وبالتالي هو يعني يستخف بالأجهزة الأمنية، وكان سبق له أن يعني تحدث بسخرية عنها، لا بل أنه أمام بوتين هو
صدق بوتين على الاستخبارات الأمريكية نفسها خلال اللقاء الذي تم بين بوتين وبين ترامب. إذن للأسف سيبقى ترامب ينظر أنه لا يكترث ولا يهتم بالحفاظ على سرية المعلومات، وينظر لها كسلعة مثل بقية الأمور. منذر يمكن أن كل ذلك، هل يمكن أن يؤدي مع الوقت خاصة في ظل التململ حتى الجمهوري، وأنت ذكرت قبل قليل أنه حتى بيان لم يصدر من أي أحد في الحزب الجمهوري لإدانة ما حصل مؤخرا أو موضوع هذه المذكرة من وزارة العدل الأمريكية، هذا هل سيؤثر على حظوظ ترامب بالترشح مجددا للانتخابات الرئاسية المقبلة، وإلى أي مدى سيؤدي ربما إلى التأثير على حظوظ الحزب الجمهوري وهذه الحظوظ التي ارتفعت في انتخابات الكونغرس النصفية؟ يعني هناك تهمة جنائية في هذا الأمر، يعني إذا ثبتت هذه التهمة الجنائية من خلال ما يتم التفتيش عنه والبحث فيه والتحقيق فيه، فمعنى ذلك أن ترامب قد يمنع من إمكانية الترشح، ولكن لكي تصل إلى الإدانة مسألة طويلة. هناك مجموعة في أمريكا مهما فعل ترامب هي تؤيده وستبقى تؤيده، وللأسف أن الولايات المتحدة هذه الدولة الكبرى العظيمة التي يقال عنها يعني لا تستطيع أن تفرز قيادات وازنة ذات كاريزما ذات ثقل معنوي وأخلاقي وسياسي وفكري وإلى آخره. يعني هي مصيبة فعلا، يعني وهي جزء من الأزمة العالمية لتوفر القيادات المسؤولة والقيادات التاريخية التي يمكن على أن تكون. الحزب الجمهوري يتربص الآن، ينتظر، يقلق، هذا سيزيد من قلقه، وبالتالي ترامب قد يقلب الطاولة ويقول أنا مرشح ويعلن قبل الانتخابات النصفية ذلك. هذا سيضع الحزب الجمهوري في مشكلة بأنه لا يستطيع مقاومة ترامب، وبالتالي كل الذين سيلتفون حوله. إذن حظوظ الحزب الجمهوري معلقة بإرادة ترامب الآن، أو بإمكانية إثبات وإدانة التهمة الجنائية الآن عليه في التفريط في الأمن القومي كما جرى في هذه الوثائق. شكرا جزيلا لك مدير مكتب الميادين في واشنطن منذر سليمان على كل هذه المعلومات والتفاصيل. ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيضانات والسيول في باكستان إلى نحو 900 شخص، فيما تضرر مئات الآلاف، ما دفع السلطات إلى إعلان حالة الطوارئ. هذا ودعت الحكومة الجيش إلى المساعدة في عمليات الإغاثة والإنقاذ إثر نزوح مئات الآلاف وتضرر آلاف المنازل. وأكد مكتب رئيس الوزراء شهباز شريف أن الفيضانات أثرت في ملايين الأشخاص في جميع أنحاء البلاد. تكرار القصف الصاروخي على أكبر القواعد الأمريكية شرق الفرات في سوريا وأجواء التململ العشائري تشي بنمو مقاومة شعبية متصاعدة إزاء الوجود الأمريكي شرق الفرات. محمد الخضر. حرية تحرك ومناورة طالما تمتعت بهما الآليات الأمريكية شرق الفرات لن تتاح في الأفق القريب. خمس هجمات بالقذائف الصاروخية استهدفت خلال أقل من 48 ساعة القاعدتين الأمريكيتين في حقل العمر ومنشأة كونيكو النفطية شمال دير الزور. تطور ميداني جديد لم يألفه الأمريكيون في سوريا منذ تدخلهم فيها قبل 7 سنوات، واضطرهم إلى إصدار بيانات رسمية يقولون فيها أنهم قادرون على الرد وحماية قواتهم المنتشرة من شرق الفرات وحتى قاعدة التنف. في المشهد الميداني تم استيعاب ضربات أمريكية امتدت من مستودعات عياش ومعسكر الساعقة غرب دير الزور وحتى محيط الميادين جنوب شرق المدينة بنحو 40 كيلومترا. حرب مباشرة يعترف الأمريكيون فيها بإصابات بشرية وسط حالة استنفار بأحدث ما توصلت إليه ترسانتهم الحربية من مسيرات وطيران حربي وأجهزة إنذار وحتى استخدام مسلح قصد على الأرض. حالة تعكس حذرا زاد من خطورته تنامي الرفض الشعبي للوجود الأمريكي، وعبرت عنه عشرات المشاهد
لعرقلة مرور الآليات الأمريكية في أرياف دير الزور والحسكة، وحتى مواجهة المجتمع المحلي لقوات قسد. مواجهات في عنوانها المباشر التذمر من الحالة المعيشية ونهب الثروات النفطية، وفي عمقها رفض لهيمنة قسد على الاقتصاد والمعيشة وكل تفاصيل الحياة في منطقة تشكل العشائر عمودها الفقري. رفض تكرر في عشرات الصدامات ووصل أخيرا إلى سيطرة أبناء بعض القبائل على بئر نفطية في حقول العزبة شمال دير الزور وانتزاعه من قسد في ظل صراع بدأ يتطور مستندا إلى مناخ محلي وإقليمي رافض للوجود الأمريكي بالدرجة الأولى. مشهد مرشح وفق تطورات الأرض لأن يكون أكثر سخونة في مواجهة نهب أمريكي منظم لثروات السوريين النفطية والزراعية وتهديد وحدة أراضيهم. محمد الخضر، دمشق، الميادين. بريكينج هيستوري، كتاب لمذكرات جاريد كوشنر عن الكثير من القضايا في المنطقة إبان حقبة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. ربما ليست قراءته هي المهمة بقدر قراءة ما بين أسطر الظروف التي نقلت الرجل من عالم المقاولات إلى السياسة. كيف استغل كوشنر صلة القرابة بترامب لتحقيق غايات شخصية مرتبطة بعقد الصفقات المالية؟ وكيف اقتحم كوشنر الأروقة الدبلوماسية وتربع على عرشها مقررا وصاحب شأن؟ إلى يسار دونالد ترامب كان هناك جاريد كوشنر. نحن هنا لا نتحدث عن مستشار أو وزير أو أي مسؤول أمريكي، نحن نتحدث عن أمريكا، القوة العظمى التي نزلت في عهد رئيس أمريكي إلى درك أهواء مقاول. الصدفة أوصلته إلى حضن النفوذ، وهناك تحول إلى المقاول الشامل. الصراع العربي الإسرائيلي بكل ما يحويه من تاريخ ودم ودموع وضع كألعوبة في يد رجل اعتقد أن مصائر الشعوب تحدد بوجبة طعام يتناولها بيبي بنيامين نتنياهو مع وزيري خارجية البحرين والإمارات بعد اجتماع الغرفة الزرقاء الشهير في البيت الأبيض. هذه واحدة من مكنوناته التي يكشف عنها جاريد نفسه في كتابه بريكينج هيستوري. في كل ما كتبه من تزوج ابنة ترامب وأصبح مستشاره للأمن القومي لاحقاً، نقرأ أمريكا من الداخل، أمريكا التي تشبه الكثير من إدارات الدول المتخلفة، حيث لا كلمة تعلو فوق المصالح الشخصية والنفعية على حساب كل شيء في الأمن والسياسة والاقتصاد. فمن أين لهذا الشخص أن يوعز إلى فريقه صياغة إعلان الاتفاق الإبراهيمي كما أقر هو بنفسه بعدما استفاض بالحديث عن بيبي؟ في تنسيقه الهاتف الشهير بين ولي العهد السعودي والأمير القطري، يعترف الرجل أنه استعان لإنجاح الاتصال بصفحة من كتابه القديم في إبرام الصفقات التجارية. هو حول دولنا إلى صفقات تجارية ونحن قبلنا ذلك. على الأقل هذا ما تشي به الحيثيات التي أوردها عن علبة التمر ومكبر الصوت. دخيل هو في القلب والقالب، لكنه متحكم، فقد فضح نفسه من حيث لا يدري عندما وصف حاله كيف تملكته العصبية عندما تحدث الرجلان بالعربية لعشر دقائق وهو لم يفهم شيئاً. متحف الزجاج والفخار في طهران يأخذ زائريه في جولة فنية وثقافية إلى أكثر من 3000 عام. مالك عابدة. كما لو أنك في كرنفال فني، جميع التحف هنا تتنافس أي منها أكثر جمالاً، على الرغم من أن عمر بعضها قد تجاوز 3000 عام كقطع زجاج الأنبوبية هذه التي استخدمها الإيرانيون لتزيين قصورهم في الحقبة الساسانية.
يعرض المتحف تسلسلا فنيا وتنوعا ثقافيا مختلفا، فهو يوضح تطور صناعة الزجاج والفخار في إيران في الأزمنة القديمة، كما أن الآثار التي يعرضها هنا ليس لها شبيه في أي مكان آخر. لقد رأينا مجموعة من الآثار الفخارية والزجاجية، إنني معجب جدا بجودة هذه الأعمال الفنية، فهي مثيرة للاهتمام والدهشة. في مبنى تاريخي كان منذ عقود مقراً للسفارة المصرية، تعرض نحو 3000 قطعة أثرية من الزجاج والفخار. صحيح أن بعضها يختلف عن بعض في اللون والتصميم، لكنها تشكل مجتمعة فسيفساء فنية تعكس الذوق الفني الإيراني القديم. ما أثار إعجابي هنا هو بعض المجسمات الحيوانية، كهذا الإبريق المشبك الذي هو على هيئة ديك. كيف تمكنوا من صناعته بهذا الجمال برغم عدم امتلاكهم أدوات متطورة؟ لقد أعجبتني طريقة عرض التحف في المعرض، إنها دقيقة ومرتبة بطريقة جذابة. ما نراه هنا يعيدنا إلى آلاف السنين ويعلمنا بأن الفن لا يموت بل يبقى إلى الأبد. مكانة الحيوانات المهمة لدى القدماء دفعتهم إلى جعلها جزءاً من ثقافتهم الفنية، إلا أن ما يميز هذه القطع الأثرية هو حفاظها على ألوانها النباتية الطبيعية حتى اليوم رغم مرور الزمن. هذا المتحف هو الوحيد من نوعه في إيران، واحتواؤه على هذا الحجم من القطع الأثرية والفنية منحه لقب خازن كنوز إيران الزجاجية والفخارية، كما جعله من أفضل وجهات السياحة في إيران بالنسبة للإيرانيين والأجانب. ملك عابد، طهران، الميادين. إلى العناوين. الرئيس التونسي يستقبل زعيم البوليساريو للمشاركة في القمة اليابانية الأفريقية، والمغرب تلغي مشاركتها وتستدعي سفيرها للتشاور. الأوروبيون يبحثون عن الغاز قبل الشتاء القارس وسط ارتفاع في الأسعار وغياب المصادر البديلة عن الغاز الروسي. أصول مداهمة الـFBI لمقر إقامة ترامب تتواصل. العدل الأمريكي تكشف عن نسخة منقحة لمذكرة تفتيش، وناشونال انترست ترى أن ترامب خطر على أمريكا. أكثر من 900 قتيل ومئات آلاف المتضررين من جراء الفيضانات في باكستان، والسلطات تعلن حالة الطوارئ. للمزيد من الأخبار والتقارير مشاهدينا دائما زوروا موقع الميادين في شبكة الإنترنت الميادين.net باللغات الثلاث العربية الإنجليزية والإسبانية. وإلى اللقاء.